خويا العزيز من العبازيز الوكيل الموبيلي جاب لكم لافير في منزل ولا اروع. تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تسناو في جديد العقارات. الوكيل دائما يجيب لكم الجديد. ليكيب اليوم جبنا لكم فيلا ال بلس ان بلس تيراس. ما تنسوش تابوني وفي كم صفحتنا على التواصل الاجتماعي باش تلحقكم لافير في كل فيديو. ليكيب رانا في العبازيز ببوغارا بولايه البليده، فيلا ال بلس ان بلس تيراس بعقد ملكيه ودفتر عقاري. هاي ليك الفيلا تاعنا اللي مخدومه بشكل جيد. ليكيب مبنيه وفق المعايير العاليه في البناء بمساحة 150 متر مربع. الفيلا تاعنا فيها طابق أرضي، فيه جراج، دو بيرو، صالون كبير، بتيت كور، وفيه أيضا حمام ومرحاض. يلا نروحو نكتشفو الطابق الأرضي تاعنا اللي راهو دخلنا له من الباب الرئيسي. وين راح نلقاو هذا البتي أول اللي يدينا كامل الغرف. هنا عندك غرفة كبيرة ليكيب، صالون كبير ولا غرفة كبيرة، كل واحد وشي. هنا راهي مفروض صالون، هنا فقط راهو ايكيبي في فورم تاع شومبرا. انا نشوفو بلي صالون فيه جزئين كيما انا نشوفو ليكيب. عقار مخدوم بشكل جيد ليكيب في حي العبازيز الغني عن التعريف في بلدية بوغارا بولاية البليدة. من هذه الناحية نخرجو لاكور تاعنا. هاي ليك لاكور تاعنا، مساحة خارجية مهمة جدا في العقار اللي راح تمد نوع من التهوية ونوع من الإطلالة الشمسية. يعني انت تشيك الشمس في هذه المنطقة تريزالاز كما نشوفو ليكيب. عقار مخدوم بشكل جيد، حتى التصميم تاعو تصميم جميل، وانا نشوفو فيه باللي حاكم لونغ معناتها عنده دو فاساد برينسيبو. ليكيب نروحو نزيدو نديكوفريو. من هذه الناحية عندنا سال دو بان، دوش طوالات ليكيب. هاوليك ما راهوش فيني، ما خصتو غير شويه صبيغه، مي انا نشوفو بلي كاين دال دو سول. الابواب كاينين ايضا. عقار جميل وجميل جدا. من هذه الناحيه نروحو نشوفو ندخلو ديريكتومون لهذا الكراج. الكراج ليكيب كراج ايضا كبير كيما نشوفو. يا سلام كبير بزاف، الله يبارك. كراج وين يتسع الى 3 سيارات. هذا فيه تهوية، أنا نشوفه فيه أيضا مخدوم مهوي مليح، حتى البلافون تاعو مخدوم بشكل جيد ليكيب. في هذا الطابق، طابق الأرضي اللي قلنا فيه كراج، زوج مكاتب، صالون كبير، بتيت كور، وفيه حمام ومرحاض كما شفنا ليكيب. يلا نزيدو نديكوفريو من هذا الناحية. واش عندنا؟ هذا الأول اللي دخلنا منه. من هذا الناحية نطلعو مباشرة للطابق الأول اللي راح نلقاو فيه اف كات ليكيب. صالون كبير، 3 غرف، مطبخ، حمام مرحاض، وفيه بهو كبير. هذا هو الاول اللي يعطينا يعني لاكسيل كامل الغرف. هنا عندنا غرفة اولى ليكيب، انا نشوفو بلي هذه الغرفة فقط فيها 2 فصال ليكيب. عقار مميز في منطقة جد جد مميزة، قريب الكامل لكوموديتي، كل مؤسسات تربوية، مسجد، كل حاجة كاينة. دوك نزيدو نديطايو لكم فيها. لكوموديتي كامل قرب لينا. اون بليس دو سا عبازيز حلقة وصل بين ولاية الجزائر العاصمة وولاية البليدة. رانا في منطقة حدودية اللي قريبة لسيدي موسى. هنا عندنا غرفة ثانية ليكيب، غرفة ثانية هاي ليك. حتى الغرف الله يبارك واسعين. انا نهضروا على مساحه تاع 150 متر مربع مبني فيها العقار تاعنا. يعني منطقيا تصيب الغرف كبار لانه 150 متر مربع، يعني مساحه معتبره لاباس بها، تسمح لك انك تحس وتشعر بالاتساع في العقار تاعك. من هذه الناحيه ايضا عندنا هذه الغرفه اللي تقدر تكون ايضا تكون صالون، تقدر تكون صالون. غرفة كبيرة الله يبارك، فيها بالكون. عندنا 3 بالكون ليكيب، تخيلوا 3 بالكون في هذا الطابق. ايضا انا نشوفو لي كليماتيزور. هاوليك البالكون تاعنا، نشوفو لي كليماتيزور تقريبا في لي بياس، يعني بزاف لي بياس فيهم دي كليماتيزور، مكيفات فخت. وين ما شفنا وين ما درنا شفنا لي كليماتيزور. هذه هي الغرفة، احدى غرف هذا الطابق ليكيب. انا شايفين 3 غرف، خاصك غرفة اخرى. من هذه الناحية عندنا
هاي ليك الغرفة الرابعة، هذه الغرفة الرابعة اللي كنا فيها الصالون، وهذا هذا المكان وهذا الفضاء غرفة أخرى. هاي ليك غرفة ما شاء الله مخدومة بشكل جيد، فيها كليماتيزر أيضا، تواقي ما شاء الله مخدومين أيضا بشكل جيد، حتى يعني نوعية الخشب ما شاء الله فيه بزاف لي دريسينغ، شفنا بزاف لي بلاكار في العقار تاعنا. وعندك هذا البهو الكبير اللي تفضل العائلة تريح فيه، بما انه انا كشفنا بلي الطابلة يتعشوا فيها يفطروا فيها. اون بليزو سا عندك هذا لا كويزين اللي راهي مخدومة بشكل جيد، شوفوا الفايونس حتى الفوق بلون دي ترافاي ما شاء الله، حتى البلافون مخدوم بشكل جيد. ليكيب عقار ولا اروع جاكم من عبازيز بلدية بوغارة بولاية البليدة. ليكيب كل حاجة قلنا قريبة للعقار تاعنا. من لاكويزين عندك ايضا خرجة لهذا البالكون، هذا البالكون معناتها تهوية واضاءة واطلالة كبيرة في هذا البالكون، خاصة انه جاي في لاكويزين. اون بليس كاين نافذة في لاكويزين. من هذه الناحية ايضا عندنا سال دو بان، هاوليك سال دو بان تاعنا كبير ايضا، حتى هو حمام مخدوم بشكل جيد بالفايونس، وفيه نافذة علوية اللي تسمح بالتهوية اللازمة في الصال دو بان تاعنا. ليكيب عندك لافمان هنايا، وعندك منا طواليت سيباري على الصال دو بان تاعنا. يعني خدمة ما شاء الله، فيلا نقية يعني منزل نقي ما شاء الله، مخدوم بشكل جيد، فيه فينيسيون كبيرة كما نشوفو، وحتى لافوس بيير اللي هاي في الاول تاعنا اضفات واحد النظرة جميلة في البهو تاعنا. الله يبارك. روحوا نطلعوا ونشوفوا الطابق الأخير وين عندك تيراس كلوتيري بهذا السور وهذا لي بيلي، وعندك حتى لي بيلي تاع الوسط، معناتها بوسيبيليتي باش تزيد تبني ايطاج واحد اخر في هذا لاتيراس. بالنسبة لتوفر المنزل تاعنا على الكهرباء والماء والغاز والانترنت، ايضا عندنا لي كليماتيزور، عندنا شوفاج شوف با وسيتينا. ليكيب بالنسبه للمرافق كاين مسجد، مؤسسه تربويه، مركز بريد، مركز صحي، سوق، ملعب بلدي، منطقه عمرانيه، وحي هادئ بالبزاف. ليكيب ما عليكم غير تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف. مع الوكيل الموبيلي دائما نجيب لكم لافير وين ما كانت. سلام.